And what I got. الجو حر. ياي وانا جار وانا نيه. جار بير انت ولا ده لو عجبك الفيديو من مطبخ عمدة شيستا خد دي لايك، خد دي لايك، النهاردة درجة الحرارة 50 degrees، say with me 50 degrees heat wave. طبعا في الجو الحر ده تطلب معاك بسلطة وبرجر. انت ولا جاء ولا ليلة يا كزبرة، انت خبتك التقيلة. انت ولا جاء شوية سلطة في انجلترا طبعا بالذات الغربة، ان انت تخش السوبر ماركت تجيب شوية سلطة حلوين. واحسن وقت تخش فيه الصبح، الصبح بدري، كل السلطة الحلوة بتنزل على الشلف الصبح بدري، هتروح تجيب احلى سلطه، كل حاجه فريش. انت ولا جا تروح ايه انت ولا جا. بقالي في الغربه 15 ل 16 سنه، انت ولا جا. طبعا
طبعا اكتشفت ان احنا بناخد القلب من سلطه لان بتعمل نوع من الانتفاخ او التقريع على الصدر، مش عارف ليه. لقيت الموضوع ده كتر، فبتاخد القلب بالراحه اللي هو الرفيع ده اللي فيه البذر، هعمل كده وهعمل كده. اهم حاجه السكينه، ايه السكينه مهمه جدا في المطبخ. شويه بصل اخضر بعد الخليط. طبعا اكتشفت في البصل الاخضر كمان ان الطحالب بتعيش جوه البصل الاخضر، فتروح قطع كده الطحالب، فتروح غسله ايه كويس، تعمل حسابك ان عشان كده مش هكدب عليكم، ناس كتير بيجي لها وجع بطن ارسال. طبعا الطحالب يبقى مش عارف ان جوه دي، تعمل حسابك ايه ان انت تغسله كويس. وتبل ال هنا اهو، هنا تحط سلطة وتحط مية كتير وتسيبه ايه 5 دقايق قبل ما الأكل يجهز، تروح ايه مصفيه. انت ولا جامد بريتش. طبعا الانجليز ما عندهمش زراعه الخضار، فبيجيبوها من اسبانيا، بيجيبوها من مصر، بيجيبوها من المغرب، من كل حته، من فلسطين. سلطه جميله او بتيجي من فلسطين. فكك من التاني ده، التاني ده اهبل يعني. احنا بقول لك عالم فلسطين. هو خاصة لفلسطين، فلسطين. ايه اللفت؟ طبعا التاني، بص خدت تاني. عمري دي انت وانا هنا وانا هنا.